إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، فإن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. عباد الله، إن من الأمور العظيمة التي نزبت إليها الشريعة الإسلامية وحثت على فعلها والعناية بها لزوم الأدب وتكميله وتحسين الخلق وتهذيبه، إذ إن ذلك هو عنوان سعادة المرء وفلاحه، هو عنوان سعادة المرء وفلاحه في الدنيا والآخرة. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل تضييع الأدب وإهماله. عباد الله، وحقيقة الأدب استخراج الكامل في الإنسان من الكمال من القوة إلى الفعل، فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعدادات التي جعلها فيه كاملة، فألهمه ومكنه وعرفه وأرشده وأرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله. قال الله تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأخبر سبحانه عن قبول النفس للفجور والتقوى، وأن ذلك نالها منه امتحانا واختبارا، ثم خط بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابها التي أدب الله عز وجل بها رسله وأنبياءه وأولياءه، ثم حكم بالشقاء على من دسى نفسه فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالخفة والفجور. معاشر المسلمين والعليال، أرناها وأوين الدين الإسلام في نوية بي وحاكمت أح إلى إنه ديري قريسين فربضا إن لغفع وقفه ليما دو آداب تا دمائس كترون إنه نبطي تاو كل دداله إنه دمائس كرا آداب تا أخلاقتي سنعو هياتيو وشان دايو
محايا لي آذاب توقفك وهكذا وحي علامات يعين واقفتها لباس وقفك الليبان يقوش وقوليتنا الدنيا آخر الله بضبا خيرك الدنيا يا خيرك آخر لقمته تيدو وحان آذاب في عنا خير خيرك الدنيا يا خيرك آخرنا لقمه آيو وحان آذاب ثم أهين ولا ريال آذات حقيقة الوحيطان إن وقفه فاطاره أود إلهي سبحانه وتعالى أوتيه أكو قرطان أكو المام إسا أمكو ديري قرن إسا إن ولي ماذا وقال لي وحونا كن إلهي سبحانه وتعالى وفك إنسان كأه وحوها لحوكها ليه وصفي أنعد ليه خيرك يشرك الله ورده نفسي تنوح كي يلي من خيرك أقبليك شركنا من أقبليك إلهي سبحانه وتعالى في المامي فألهمها فجورها وتقواها إلهي وطلبتي وعدي وغموتي ولا جير يحمان تيرا ولا جنوى الله في المامي والله عدي حمان تنوى الله عدي انت كذب إلهي سبحانه وتعالى وحوثاني ضبك قوليسي اللي باني إنه ويهي إنه ويهي ضبك مركا لي ما جاء لك عبتك نفسي تظهر نبيتي قد أفلح من زكاها وربي ضبك يهي ضبك قول درسي إنه ويهي ضبك نفسي سآلات حل يوحي أبها طوش حل حجي بكا حجي سألكع أو بكا سمار بلي ما جاء إخواني في الله ولا رياض آذاب هو كالنفس آذي آذ مرتعوين وحيث المامي صار أعطوكم ميا خير كأعظم وحيث كنانصري صار أرمها يخص لها ولا يتنك أعطوك أعطوكم ميا حبيت هاي موقال كيسة حبيت هاي قبكة سوق كيسة حبيت هاي دقدقاء كيسة يا حبيت هاي حسلوني دي سئيسة به حبيت هاي هذا الكيسة يا مسلم كيسة حبيت هاي أريه فأغم با آداب تاس أي الله رب هيا إن لقهره كلمة أدبنا أريمها فأغم بشمنا فأغم كيسة وامد ولا كيسة ضفك هذا الكيسة يفعل كيسة يعتقاد كيسة إنتوا وحاقوها قاقا وكوشا عند إسماء ضفك نفسيسة قلب كيسة كنا بإسماء وكو ظهر الله ضبط موقار كيسا قود يهوز كيسا لبضب لبضب يسخر في النابان نبتع يا وحي كذفو باتا وحي أبها قوش حولي قلب ديقاك هكذا هذا الشركة جوارس يحب لها كذفو باتا آفاتك يوحي أبها حلحل يوحك توقفك لقل كيسا يعنك كيسا وصل لكي ولا ريال آدامك السبب تيدا أي الدين تن على مدهد ويكرك نقريان ضبط كرب كيسا يسرتان في سنة وقيمة وفيه لنيا نذكر أي تطوقع بليا إلهي الله سبحانه وتعالى وحولي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر نبي الله نحريس إلهي سبحانه وتعالى ستيه أي أبدك أبن قسمت أدرسا أمرك أسرعسا حداد نقولنا هاي يبقل قلب سن وقلب يسو أذيكي هاي ودقل يسو نفي عنين ويكاع لله هاي أو كوكم القرورين فعفو عنهم واستغفر لهم عفي عدل كوكوكا الزنطة بمقدار الإله سبحانه وتعالى ويدي إذا أوليت أي إله جل وعلا قرآن كدحليسا وفي النبي يسو محمد هاي عليه الصلاة والسلام وحوثت المامي إنوها من أخلاق آدي آدوي كتفيسا وإنك لعلى خلق عظيم نبي الله حسوس وانتهي أخلاق الدقن في آداب آدي آدوي حسن البصر رحمه الله تعالى وحوليه هو آداب القرآن وقرآن كآداب سيسا أخلاق لا يدقن كرسول إله سبحانه وتعالى وكسره نبي عليه الصلاة والسلام وتوكوه لبصر القرآن وكافى قرآن كآداب سيسا وكميري وحلق سيسا وتقر فيه قرآن كتوجيهات كيسا يوحي أبوه قرآن فوكوها دينيو مركاساء سميمي وقميسك لأخلاقنا يا آدات القرآن
نبي عليه الصلاة والسلام أخلاق يدقنك يا ذات أولها وعوها القرآن كثيرك. فإمام البخاري مسلم صحيحيك يكوري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. نبي عليه الصلاة والسلام مركي لو يدي عائشة إذا يريد فصول أخلاقي في يدهم كيسي كورا وحيكت واسي نبي أخلاقي في يدهم كيسوتها القرآن. بمعنى أوت ورسولتها عليه الصلاة والسلام مذكوع لبسلة ونفسي تكتر بيدايا آدات القرآن كأودا مذكوت للساقة القرآن كحدود ديسة قرآن كتلاصا إذ لينا قرآن كوحو أمري كرد يا رابا قرآن كوحو ديني أرك ميت أخلاق يا دقل يا آدات قرآن كالمشاري إلا رسولك عليه الصلاة والسلام وهو ديني وأنا دميسري سيدي وفي عيني يقول دميسك كبني أيا رسولك ليني عليه الصلاة والسلام ثلاثة وقتين أيا رسولك وفي كل مري عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لأمته في كل خير من يمضي طويل كجد إذان خيرك يوناك يوحد صوفي عنه إلهي سبحانه وتعالى يلي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحيث كتبنا كرتوك إلهي عليه الصلاة والسلام كنت يسونا أكثر ووحد صوفي عن يوناك واليخير وضعب في قبل رسال وحارس بيني عد إلهي سبحانه وتعالى فتيني وعليك قيامنا فتيني إلهي سبحانه وتعالى إن بلن تصح آداب تقفك مسلم قال له قبل أحيانه وحيوك يبتمعي تصدح نوع أدب مع الله سبحانه وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب مع الخلق أدب كيد ابتمعي إلهي سبحانه وتعالى يأدب قلت كيد ابتمعي نبقى عليه الصلاة والسلام يأدب قلت كيد ابتمعي مخلوق يا خلق يا انت كلا صاحبه الا سقط هو بهاي قال هذا اله سبحانه وتعالى قط انه كل رقمه وقط انه اله سبحانه وتعالى وكحصابه انه حياء يحشود ليناده الهي امر كيف هو اليه وحده سو الهي وامره ليناده وحو اله سبحانه وتعالى ادي له كفغاده حدود اله سبحانه وتعالى وبدينا قط مرنا ولكك الله اله سبحانه وتعالى كلمه صوت عدله إذا أمرك إلهي أتيت وحيا لسعل وحيا لعقابان كعب صنية إلهي إن حديثي فضمعتها يوم عذاب كيسا كعب صنية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إلهي ما في المال يصفه قدره أضميك وناسا أنبياء يصالحيك إليه قارد البيع ومروى البشرة وإن بنا كفي كريا سل إلهي سبحانه وتعالى وقدوا النهايين نحريفتي سيورة شيء نهايين علاك إلهي سبحانه وتعالى أيقعر اللهايين وقبض لهايين ولا ليان إذا إلهي سبحانه وتعالى لقيد السنية وحيكون نيسان يوقف ديتي طوقق له وديتي طوق عمل صله يوقف كويل السنه وقعك إلهي سبحانه وتعالى آلاف وكتل مامي في النوقات يتقر طول وضوان قفنا حاكيس هلاك المايو قفنا حاكيس من ولا سنق المايو إلا وقفت كير السبب إلهي سبحانه وتعالى فاسم وحيكون نعطى إن وقفت فدح لموض الإيماده معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إن وقفت وقوم يشاء إلهي سبحانه وتعالى فوقفت برمية ما غير ولا سن أي إلهي جل وعلا أولي يتلمانها وأوين أيسر ثنايا يا رب سبحانه وتعالى وكتبتيه أريك الله إن وقفت وقوم يشو دين إلهي سبحانه وتعالى يترجي ليسا إلهي وحو تعليه يوحو لعليه أريك سبحانه وحوي إن نفسي سأدياري حق أكبر تنكيلا علما وعملا حبيتها إن وقفت برطه يا حبيتها إن وقفت وكو عمل صلواته وبرطه هذا سلو ربه يا إخواني في الله أريك الله قفت مطلنك وإن كير ابتدت فتوك عليه الصلاة والسلام فالقرآن مملوء به وراك إن بنوحى لبك المامي أو تبوح له آدات لقيد السمي فصورنا محمد عليه الصلاة والسلام وحانالك أبو الطرية وأما نحوه
إنه قفت رسوله عليه الصلاة والسلام أمر كيسا ووهو قانسمه وحكت رسوله كورمينه إنه قفت وأقبل قوهم يا أيوه وحاسادو يا أيوه ورسوله كتركيلي أهراء دعي يهدو يا أيوه فاطعنا قادح دونه إنه قفت مرنب أمر كرسوله عليه الصلاة والسلام قوله وحب كهر مريض لا بأمر ولا برجي ولا إذن ولا تصدر أمر عدو أمر يوم بيقلو عدو ديبيو وحوه قلام يوم يوحو قبطه الصمايا إنسلا إنو كهر أمر يماها أمر كرسوك عليه الصلاة والسلام حتى يأمر هو إنها إلا يتغو أمره يتغلو ديبه إلهي سبحانه وتعالى يري يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوة إيمانك لها اليوم إلهي رسولك وحضها كوار مرينة لا بالتحريم ولا بالتحريم وحر حلال الكريكتان يوحر حلال الكريكتان مدنة أمر يزيد له يوح ولا الصمير سامبا حكوار مرينة إلهي سبحانه وتعالى أمر كيس يتلديس لأمر رسولك عليه الصلاة والسلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله آيات قيس صدحات وقفت دخل فولا دخل يوم يردت وكعد السنة يوم خلقك إن صورك له إذ يكتوها عليه الصلاة والسلام وإن قفت ولدخل وكل رقم على اختلاف مراسيهم بما يليق بهم فإذا مرتبة دهورة يدرس دهورة ويصل سريكم قفت التوجه كل سنة يكوها فون إنه كل رقم عياله غباحية قفت إنه مرتبة ديسو تاغيه درجة ديسو ليه وإنه مرتبة ديسو درجة ديسو بقى فمع الوالدين أدب خاص لبدا والد آداب جارة يدخل جارة ديكام طان وفعالي كيتاقة آداب جارو كامطا ذكر كل مدكة كل فلكانة آداب جاري كامطا عدو لبآداب جاري كامطا عدو لبآداب سيدة وإنصية حالب كتا يقول كتا يحل كتولة سوغنة دقي آداب جارب ليه فللأكل آدابه وللشرب آدابه وللذكور والدخول والخروج والسفر آدابها وحلد آداب بالله رحمه عليتان كآداب بوليه هاي قابيت كالفورة يو سفر كالسفر يو دقيت لقدك يا إنسو آداب بليه حاجد أولا بتا آداب بليه هاي إنو قفت هذا آداب بليه هاي آمسي فآداب لي إنو قفت شيء والبآداب كي توصيه حالات والبنى وقفت آداب وإلاليه هيا لو قبه هاي هاي فالدين الإسلامي مبني على الآداب كله آداب دينة إسلام تا أي جد جد بوحي كل سنة هاي دقن ولا سنة يا آداب تاتوقف مسلم كلو رب هاي هاي إنه مرك علي ماذا إخواني في الله دقن كارو دقن يوم أما إذا سأل جد السنة يوم إله سبحانه وتعالى يرسوك عليه الصلاة والسلام يخلق جئنك صاعدة مثل تابع طول بلا ذهب يوحي ربك يروى ويكوك صمت هاي أو هينا يا هديلا وعينا يدويكم معاملة يدقن في آداب تطيعا يقول كلا جذب إنه هبدي لا يشر وحوي ولو ذب هي هي إنه أوامر في نواهيه وإلى ليه سنه هذا وشرنه كذلك إنه حق رسوله إلى لي عليه الصلاة والسلام سيد آخر حتى مخلوق كل يهين إنه إلى ليه رسوله هل حديث عليه سنوع عسيا إنه قتل عيه أو كل مي عليه الصلاة والسلام رسوله نوح عليه الصلاة والسلام حديث كم عاجب الجبل رسوله وكور إليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمتها وخالق الناس بخلق حسن إلهي سبحانه وتعالى كعبته ميلك السؤال كوكته هذا هو الألم مع الله وآدابته لقيد السنة يدقنك الله ربها هي قفتة إنه ربك سبحانه وتعالى صلى دقمه وقالك عبتنا يتقونه اتق الله حيث ما كنت ميلك السؤال كوكته يقولك السؤال كوكته يحل وضبه إلهي سبحانه وتعالى كعبته الله كعبد يقول سدعين فربنا
عرفك لقيد أهضر هي لقيد واقماها فحوي إنه قف علمي يا قول إلهي سبحانه وتعالى ومتى وقعت قويته وأن تعمل على طاعة الله أن تعمل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وإلى إلهي سبحانه وتعالى وقت صوت أمري أغلتي ما دوست ميتو أبو علم كل أهمية النور يكتب نور كالتيري ويكتب علم له يا قول تقف إلهي سبحانه وتعالى كعاب ليه فقلت رتيرية وضمع صن أبا المرنس إلهي جل وعلا وإن قلت كتبه مع سيبه يسمانك على نور من الله فقلت يا قلت سبن يخاف عقاب الله إلهي عقاب كيسنا سبحانه وتعالى كعصني الله كعصيك أي أرسي والبصير يمك أسلوه قلت إلهي سبحانه وتعالى كعب قدمه الله جل وعلا وحيا وفر بغضوك كرام أيام الدنيا آخر الله بضبط لبان يقول أيام القيام عليك لبعضنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحوله وحديثك وكتبكي وأتبع الحسنة تنتها وأتبع السيئة الحسنة تنتها ثم أنت كابعنا وهذا غائفة وناك وناك ذكارك وإشارة يتلمى مثل تلمام له إن قفه قفه سنان الله إيمانه وأتبع السيئة الحسنة تنتها ثم أنت كابعنا وناك يحسنه يضع إله سبحانه وتعالى هائع وكذبكين ولا قاساوكم مصحيا حمانتي يدنجي كابعي وهو مصحيا سيد رب جل وعلا ويري إن الحسنات يذهبن سيئات حسنات ولا قطفوا ليلة ذا وحينيسا يكتشيريا سيئات وكمائه قطفوا سنين وكل بني آدم خطاء إن آدم دمانسين واجفنني واجفيا وقلتميا إلهي طاعاتي سوى أمري يواجبات صاري أي قطفوا كقابل يا إنسا محرماء وحيانا لو ديري أن يقفوا كتا الله صنعيا وكتا عيا إذا أوجد خلانت وقفوا صنعيا وإن كتب قيا ولاك شو ولاك أكتب قبابيا عليه كتبحات يا رسول صلى الله عليه وسلم ودخلت ولاك يقفوا لدغم مخلوق يجبك إنسك وخالق الناس بقلق حسن فاستوحى سردك أنت أخلاقي أنت يا أداب ولاك لا تعسى إلى كل دغمان أدبنا مركا كل دغمان وحكى الصواب تعتها إنه بسيام الهلينا ذو عزيزنا تلك أولا تنواها كاهلان وحكى الصواب نعتها إنه بسيطة ما يرى عزيزه تلك كدا ومكا كدا يرون وخالق الناس بخلق الحسن وحلوه ما هي إنه قف نفسي ساقلاقه وقدره يا آذاب صدق الحديث إنه قف ورطه ومنك شاعره ورنك كده ذهنه وبينه ونشيقه وحفظ الأمانة إنه قف أمانه وحفظه والوفاة بالوعد بلنا شيء وفيه إنه قفت وتقيته وفرطره إنه هذا الكيس مد بعثا وكذبه وقفت هذا الكيس ومناديه أخلاق الغواوي يا ذات الترفت له إله سبحانه وتعالى إنه شرعيه وحيابها صوتا أي صوت دقرية وخالق الله فبخلق الحسن فكوا حصرد قنطا أخلاق مكا ورأسن وحاصوتا من صوت دقرية وحديث فرد جالع وحديث أيه خير صوتا كل صنعية ومكا في كيرية وطورة الجرية نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ نواصينا جميعا إلى الخير وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا لصالح الأعمال والأقوال لا يهدي لصالحها إلا هو سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين وأقم الصلاة.